عايزين نرسم الـ Entity Relationship Diagram للجداول دي. هنفتح برنامج الفيزيو، بلانك، كرييت، هنختار من هنا سوفت وير داتابيز. في كذا نوع من طريقة الرسم. هنرسم تشين داتابيز نوتيشن، دي ده رمز الـ Entity، ده رمز الـ Relationship، ده رمز الـ Attribute. هبدأ أحط الـ Entity بتاعتي. أنا عندي 5 Entity، هكتب كل Entity والـ Attribute بتاعتها. كده احنا انتهينا من رسم كل انتيتي، بس ما حددناش لا برايمري كي ولا فورين كي. كده تعال ناخدهم كوبي كده كلهم،
ونكريت صفحة فاضية ونعمل بيست. ده تعالى نحدد بقى البرايمري كي. ده برايمري كي ونديله لون. وفي اتنين فورين كي هنا. ادي برايمري كي بعد ما خلصنا رسم الـ Entity Relationship Diagram، ادي الـ Entity بتاعت الـ Employee. اول علاقة موجودة واحد تو ميني، ان كل ما في Supervisor بيشرف على ميني عدد من الموظفين، ودي الـ Entity كاملة. الـ Primary Key تحت خط اللي هو الـ Employee ID، ودول مجموعة الـ Attributes بتاعته. وفي هنا اتنين Attributes Foreign Key مع مديهم انا اللون الاخضر، ليهم علاقات بجدول تاني زي الـ Supervisor ID، هو نفسه الـ Employee ID نفس الرقم، بس علاقة كل مجموعة من الموظفين زي ما هنشوف في الجدول. كل مجموعة من الموظفين ليهم سوبرفايزر اي دي، يعني متكرر قدامهم علاقتهم، اللي هي الريليشن دي علاقتها واحد تو ميني. يعني كل موظف، كل اي دي، كل مجموعة من الموظفين قدامها اي دي واحد بس للسوبرفايزر. فدي اترسمت بالفيزيو بالشكل ده، بس هي طبعا معروف ان العلاقة بين مين، بين الامبلي اي دي والسوبرفايزر اي دي.
نيجي برضك هنا البرانش والامبلي. العلاقة ان كل برانش بيعمل في عدد من الموظفين. العلاقة 1 البرانش الواحد في عدد من الموظفين، وفي نفس الوقت البرانش الواحد بيدار بموظف واحد. البرانش الواحد بيدار طبعا المانجر اي دي، ده هو برضك هو ايه الامبلي اي دي. فدي الرسمة واضحة زي الشمس، ادي تلات علاقات اهم، ادي 2 وادي السوبرفايزر. تعال بقى نشوف ايه البرانش بالبرانش سبلايرز. كل برانش ممكن بيسبلايز بيتم امداده بعدد من السبلايرز، بام من السبلايرز. والبرانش اي دي هنا ظاهر از فورين كي هنا في البرانش سبلايرز. اما البرانش تعال نشوفها في الجدول دي، يعني 2 وهاني و2 ودانيال السبلاير، يعني الهاني ودانيال، لك ما ينفعش اكتب 2 وهاني مره هنري مرتين، 2 وهنري مرتين، 2 ودانيال ما اكتبهاش مرتين، 2 وعلي مرتين ما اكتبش، اكتب 3 بقى، 3 وهنري، 3 وميري، 3 وسمير، 3 واي حاجه تاني. فالاثنين دول هم البرايمري كي، ما بيتكررش البرايمري كي. يبقى احنا شفنا عينه من البيانات اللي موجوده في الجدول الاولاني، بص فيها كويس. والجدول التاني اللي هو شفنا البرانش سبلايرز ده اتفرجنا عليه، وهنا البرانش اي دي اللي هو الكايرو وجيزا والكس، وهنا المانجر واحد مانجر بس قدام كل برانش، والاي دي بتاع المانجر ده هو اي دي بتاع الامبلي. نظرة تاني على اللي احنا شرحناه في الملفين اللي فاتوا عشان يبقى الملف ده فيه كل حاجه، في جداول، في الانتيتي ريليشن شيب دايجرام، وفي شكل تفصيلي للمنظر ده، وفي الاس كيو ال سيرفر انتيتي ريليشن شيب دايجرام، وفي الانتيتي ريليشن شيب دايجرام زي اللي درسناها او شرحناها في الكورس الاولاني داتابيس ديزاين. هنا برضك زي ما اتفقنا، هنا نيجي هنا بقى البرانش بيهندل عدد من الكلاينت، يعني عدد من الكلاينت بيعمله مع واحد، مع وان البرانش الواحد بيتعامل مع عدد من الكلاينت. نيجي بقى للعلاقة اللي كانت ميني تو ميني واتكسرت بوان تو ميني ووان تو ميني. يعني بنقول ان الكلاينت ام كلاينتس ورك فور موظف واحد، وام امبلي ورك فور كلاينت واحد. يعني الكلاينتس عدد من الكلاينتس بيشتغل مع عدد من الموظفين، كل كلاينت بيشتغل مع عدد من الموظفين، وكل موظف بيشتغل مع عدد من الكلاينت. واللي هي نقدر نقولها اللي هي ميني تو ميني، اكتر من كلاينت بيشتغلوا مع اكتر من موظف، واكتر من موظف بيشتغل مع اكتر من كلاينت. فقسمناها الى ان الموظف الواحد بيقدر يشتغل مع عدد من الكلاينت، والكلاينت الواحد يقدر يشتغل مع عدد من الموظفين. يعني الوان دي هتبقى بتتكلم على الامبلي الواحد بيشتغل مع اكتر من كلاينت هنا يعني. والوان دي هتبقى الكلاينت الواحد بيشتغل مع ام من الامبلي. يبقى دول السبع علاقات، ادي 1 2 3 4 5 6 7 شرحناهم بالكامل. ويبص في العلاقات كده، والانتيتي ريليشن شيب دايجرام الممتازه دي اللي شكلها ظريف، وتدرجنا فيها، شو رسمناها الاول كده الانتيتيز، وبعد كده رسمنا وضحنا البرايمري كي والفورين كي في كل انتيتي ببساطه، بعد كده عملناها كده بشكل سريع، وبعد كده بدانا ننسقها ونظبط شكلها وصلت للشكل ده. يبقى كده على السريع كده ان ديت السيلفر ريليشن وهي 1 تو ميني، وديت 1 تو ميني ريليشن، ودي 1 تو 1 ريليشن، ودي 1 تو ميني ريليشن، ودي 1 تو ميني، ودي 1 تو ميني، ودي 1 تو ميني. دي اللي كانت ميني تو ميني. يبقى احنا هنا تعرضنا لكل انواع الريليشن، ثلاث انواع السيلف ريليشن، ال1 تو ميني، الميني تو ميني اللي اتكسرت الى، وفي الويك انتيتي اللي هي البرانش سبلايرز اللي معموله بدل ما هي برواز واحد مستطيل واحد، لا مستطيلين كده. وليه الويك انتيتي دي؟ لو يعني ممكن ما كله ما فيش سبلايرز هتختفي خالص، يعني لو ما تم يعني لو ما فيش سبلايرز هتختفي تماما هي والعلاقة دي.
لكن البرانش طبعا موجود قائم يعني. طب هنعمل ايه بعد الخطوة دي؟ بعد الخطوة دي ان احنا لازم نعيد نسمع الملفات الثلاثة اللي فاتوا بما فيهم ده. هيبقى عندنا الجداول اللي هي الداتا اللي احنا موجودة في الاكسل دي، في ملف الاكسل. هنكرييت الجداول الثلاثة دول، هنكرييتهم لا الخمس جداول، هنكرييت الخمس جداول دول بالاس كيو ال سيرفر، ونعمل العلاقات بينهم. هنكرييتهم بطريقتين، مرة عن طريق الكود اللي هو السكريبت، ومرة عن طريق الويزرد. وبعدين نبدأ ندخل داتا. هندخل الداتا ديت بطريقتين، هندخل حبة الداتا العادية دي بإيدينا عادي في الجداول، وبعد كده هندخل الداتا برضك بالاس كيو ال بالكود بتاع الاس كيو ال، ونعمل اد وديليت وكل العمليات اللي بتتم على الجداول. ونبدأ ننطلق بقى في الاس كيو ال سيرفر، بحيث نبدأ عندنا داتا بيز هي محترمة وفيها علاقات كتير متنوعة وجداول كتير، ونبدأ نعمل كويريز عليها واستعلامات، ونعمل كل حاجة موجودة على الداتا بيز اللي قدامنا دي. نزود أسماء، نقلل أسماء، نعمل استعلامات، نعمل ريبورتس، نعمل أي حاجة يعني. كل حاجة هتبقى متاحة لأن عندي جداول محترمة قوية. ونشوف يعني، وطبعا كل مرة هنخش هنفهم الجداول دي والداتا اللي فيها كويس. مهم جدا ان انا ابقى فاهم الداتا بتاعت اي منشأة والجداول بتاعتي، وفاهم الديزاين، مرحلة الديزاين. لو انت عايز تتأكد تاني ان انت بقيت كويس في الديزاين، اسمع الكورس بتاع الداتا بيز ديزاين، وبعد كده خش في الاس كيو ال سيرفر. يعني يمكن كان كل اللي احنا عملناه ده دلوقتي كأنه جزء من الديزاين. هنعمل بقى الديفلوب او الكرييشن للتيبلز دي عن طريق الاس كيو ال سيرفر الحصة او الفيديو الجاي. شكرا، سلام.